أجل من المحروم يا شيخ عبد الله؟ الله المستعان. من هو المحروم؟ المحروم أولا من لا يقبل، المحروم من فرط في وقته ولم ينتفع، هذا محروم. من فرط في وقته ولم ينتفع هذا محروم. من لم يقبل النصح في تعديل ذاته، يا سلام، يعني في النفع يقال له انتفع، هذا محروم.